عايزينه صح؟ كده تمام. مجموعة من الأوامر بنكتبها علشان كمبيوتر أو علشان حتى إنسان يبدأ نكتبها كده زي ما بنتكلم الإنجليش العادي، لازم نكتبها في صورة تعليمات محددة، وعشان كده لازم نتعلم إزاي نكتب اللغة دي، وعشان كده كل لغة بتبقى ليها سنتكس معين علشان نعبر بيها عن الانستركشنز المعينة. بس في الآخر مبدأ البرمجة نفسه هتلاقيه متشابه ما بين كل اللغات. فازاي نكتب برنامج؟ اول خطوه ان احنا نفكر احنا عايزين نعمل ايه. طبعا this is not optional، باينه يعني ان احنا اكيد لازم نفكر الاول هنعمل ايه وازاي نرتب افكارنا دي في صوره فلوت شارت مثلا زي ما خدته في سنه اولى في اعدادي اسفه. وبعدين تبدا تعبر عن افكارك دي الاول بالانجلش العادي اللي احنا بنتكلمه، وبعد كده تبدا تترجمه للغه البرمجه بتاعت سي بلس بلس. ليه سي بلس بلس مهمة؟ هنتكلم عنها بعد كده، عشان هي بتخليك تفكر بطريقة معينة غير الطريقة اللي احنا كبني آدمين متعودين نفكر بيه، والطريقة دي هي اللي برضه هتستخدمها في كل لغات البرمجة. فبصفة عامة يعني ايه هاي ليفل لانجويج؟ أكيد أنتوا برضه عارفين الكلام ده من قبل كده. هاي ليفل لانجويج معناها إن أنا في الآخر أنا عايزة البرنامج بتاعي يتنفذ على كمبيوتر ماشين، فالماشين دي مش هتفهم غير أصفار ووحايد. علشان نكتب برنامج في الليفل بتاع الأسامبلي انستركشنز ده هيبقى حاجة متعبة جدا وهتاخد مننا مجهود كبير جدا. فالناس قالوا خلاص احنا هنفصل المهمة دي لجزئين، جزء هنسميه بروجرامرز هيعملوه البروجرامرز والسوفت وير ديفلوبرز، ان هم يكتبوا البرنامج بلغة هاي ليفل شبه اللغة اللي بنتكلمها إلى حد كبير. وبعدين مجموعة تانية من الناس اسمهم كومبايلر انجينيرز مثلا او هاردوير هياخدوا السوفت وير دوت ويصمموا الكومبايلر اللي هيحول الانستركشنز ديت للغة لو ليفل تنفع نحطها على الماشينز. ماشي، الاثنين شغلهم مهم والاثنين شغلهم صعب وكل حاجة، بس احنا دلوقتي عشان في كورس سوفت وير بروجرامينج فهنتكلم عن الجزء بتاعنا. فالهاي ليفل لانجويجز اتعملت علشان تخلي البروجرامينج اسهل زي ما قلنا، لان هو زي ما مكتوب هنا هو مكتوب بلغه اقرب للي احنا بنتكلمها العادي، وبالتالي بتخلي تركيزك انت كبروجرامر او كسوفت وير ديفلوبر مركز على انا ازاي التاسك اللي عندي احولها لسوفت وير، بعد كده ايه اللي هيحصل فيها خلينا ده حد تاني يفكر فيه، بحيث تبقى الايه المهام متقسمه فكل واحد يبقى مركز في اللي بيعمله. وبالتالي هي بتخلي البرمجه اسهل من ناحيه حتى كمان عدد حتى الانستركشنز اللي هتكتبها، لان ليفل هاي ليفل انستركشن واحد بيترجم لكذا اسامبلي انستركشن. وكمان تاني حاجه ان هي تبقى ماشين اندبندنت، انت بتعمل كومبايلر لبروسيسنج يونت معينه، انما بتكتب برنامج لاي حاجه، اي كمبيوتر هتاخد عليه البرنامج ده هيشتغل عليه. طيب تاريخ السي بلس بلس، السي بلس بلس اتعمل في سنه 1980، كان في قبل كده لغه برمجه اسمها سي، وبعدين جه راجل اسمه بيارن ستروستروب كان نرويجي تقريبا. المهم بدا يشتغل على لغه جديده في الاول سماها سي وذ كلاسز، وكلمه كلاسز ديت الحكايه دي هي سبب شهره السي بلس بلس، لانها عملت حاجه اسمها اوبجكت اورينتد بروجرامينج او او بي، هتسمعها كتير جدا بقى بعد كده بالذات لو اشتغلت زي ما قلنا من ناحيه السوفت وير ديفلوبمنت، لان هي بتخليك تفكر بتعمل بروجرامينج من ناحيه الاوبجكتس، الاوبجكتس اللي هم الكلاسز، يعني بتعمل كلاس لكل اوبجكت عندك، بتعمل مثلا برنامج يحسن شبكه الطرق فانت بتعمل كلاس للركاب وكلاس للعربيات مثلا وكلاس لاشارات المرور على حسب، وبعدين حسب بقى انت عايز تزود كلاسز جديده او تشيل كلاسز من الموجوده
بتقدر تعمل ده بسهولة لأن أنت بتعملهم كأنتيتيز منفصلة، كل واحد لوحده قاعد على جنب كده مع نفسه، وبعدين في مين بروجرام بيجمعهم كله. فده بيخليك البرنامج بتاعك سكيلبل. سكيلبل يعني تقدر تعمل له سكيلينج، تقدر تكبره أو تصغره بمنتهى السهولة. ففكرة السكيلابيليتي ديت وإنك تعمل البروجرامينج بالطريقة ديت كانت فتح يعني عظيم. وهتلاقي بقى كل لغات البرمجة اللي بعد كده بقت كلها قايمة على المبدأ بتاع الأوبجكت أورينتد بروجرامينج ده. زي ما قلنا هو حاجة مهمة وعظيمة وكويسة جدا، هو بس مشكلتها إن هي بتخليك تفكر من ناحية الأوبجكتس. إحنا دايما بنفكر زي حدوتة، أنا هبدأ إن أنا أعمل كذا وبعدها أعمل كذا وبحكي حكاية كده بالكود. لو كتبت الكود بطريقة الحكايات دي هيمشي كويس وهيشتغل مفيش مشكلة، بس مش هيبقى سكيلابل. لما تيجي تغير أي حاجة لازم تقعد تمشي تشوف الحاجة دي ظهرت فين وفين وفين وتمشي عليها كلها. بيحتاج إنك تفكر من ناحية الأوبجكتس، فده هيبقى بتغير شوية وهيبقى أصعب ليك إنك تعمله، بس بالتدريب هتلاقي نفسك بتعرف وبتفكر دايما إزاي تقسم المهمة اللي أنت عايزها إلى أوبجكتس وكلاسز. فهو بدأ زي ما قلنا اللغة دي اللي سماها C with classes، وزود شوية features على الC اللي كانت موجودة، أهمهم زي ما قلنا على الإطلاق كانت فكرة classes. وبعد كده this language بقى تحسنت وزاد عليها حاجات تانية، وفي الآخر بقى اسمها C++. وقلنا إن هي مهمة علشان كده بتخلي البروجرامر ينظم المعلومات ويعملها بطريقة تخلي البرنامج scalable، وكمان هي افكتيف. يعني هتلاقي ان الكومبايليشن تايم والاكسكيوشن تايم بتاع السي بلس بلس بروجرام اسرع من البرامج الثانيه اللي هي الجنرال بيربز. تمام. الحاجه الثانيه اللي مهمه في السي بلس بلس ان هي كانت بتبني على السي، وبالتالي كل الشغل اللي كان معمول قبل كده على لغه السي بقى سهل. ان هم يعني هو ما جاش عمل لغه بقى من الفراغ ما لهاش اي علاقه باللي قبل كده، هو كان بيبني على الموجود. فدي كانت ميزه جدا كبيره عشان الناس بدأوا يحولوا بعد كده السي للسي بلس بلس من غير مشاكل. تمام كده؟ طيب، فده تاريخ السي بلس بلس مختصر. فأول حاجة قلنا كان في قبل كده اللغة السي اللي كانت معمولة في سنة 1970، ودي أصلاً كانت مبنية على لغة تانية اسمها البي، بي وسي وبتاع. وبعدين جه في 1980 زي ما اتفقنا الراجل بيارن ده عمل سي وذ كلاسز، وبعد كده جت الأمريكان ناشونال ستاندرد انستتيوشن، دي مؤسسة كده بتعمل الستاندرد زي اي تريبل اي مثلا. تبقى انتوا عارفين اي تريبل اي بالنسبه لنا احنا كالكترونكس انجينيرز هي المؤسسه اللي بتعمل لها الستاندردز، بتقول هنمشي ازاي ونعمل ايه وحاجات كده. فالانسي عملت كوميتي علشان يكتبوا ستاندرد للسي بلس بلس، عشان على مستوى العالم كله اي حد عايز يكتب سي بلس بلس يبقى هو ستاندرد واحد موحد للناس كلها. وفي 1998 الستاندرد ده توافق عليه، قعدوا يعملوا فيه 3 سنين، ومن ساعتها خلاص السي بلس بلس مفيش حاجه بتتغير فيها، احنا بس بنستخدمها، مفيش حد يعني بيغير في اللغه نفسها. ازاي السي بلس بلس بيشتغل؟ هو يعني اي عموما بروجرامينج لانجويج ازاي بتشتغل؟ انت بتكتب برنامج، فبروجرامز ار ريتن باي هيومنز، وبعدين عشان تشغلها على الكمبيوتر بتحتاج حاجه بسيطه تحولها من اللغه اللي هي العاديه السنتكس بتاع البروجرامينج لانجويج للغه بتاعه الماشين لانجويج. اللي في النص الحاجه اللي بتحول دوت هو الكومبايلر. فاحنا عشان بنكتب سي بلس بلس ومحتاجين سي بلس بلس كومبايلر، ودوت كده ايه مثال صغير. انا صراحه ما اعرفش الماشين لانجويج اللي هو مقابل للمثال ده دقيق ولا لا، بس يعني انا واخده محاضره من الدكتوره نعمه قصر. طيب ازاي نتعلم ان احنا نبرمج؟ اول حاجه ان احنا نبدا نكتب برامج كتيره جدا، كل ما هتكتب اكتر هتمشي ايدك اكتر فهتتعود اكتر. والخبره اللي بتاخدها بان انت تقعد تعمل برامج دي خبره يعني لا يضاهيها اي انك تقعد تقرا كتب او انك تقرا اي حاجه، لازم تمشي ايدك. وزي ما قلت في الاول حتى لو اتعلمتوا لغات ثانيه مهم ان انت تمشي ايدك في السي بلس بلس وما تبقاش نسيه. وبراكتس بقى كويس عموما لاي بروجرامينج يعني تاسك بتعملها ان انت كومنت على الكود، تكتب كل حاجة بتعملها معناها ايه، كل instruction معناها ايه، كل variable معرفه معناها ايه، لان انت بتحتاج تكتبهم حتى لنفسك عشان لو جيت اشتغلت بعد كده على الكود ده بعد 3-4 شهور سنة سنتين تبقى فاهم انت ايه اللي انت كاتبه، اكيد مش هتفتكر بعد المدة دي كلها. كمان بتساعدك ان انت تنظم، بس تبقى انت فاكر انك فاهم الحاجة
لما تيجي تكتبها تقول طب ازاي ده مش هيحصل اللي انا بقوله ده. فانت كونك انك تكتب افكارك نفسها ده بيساعدك انك تنظمها زي ما قلنا، تفتكر اللي انت عملته حتى لو جيت بعد مده طويله، او لو جيت بقى بني ادم اصلا تاني عايز يكمل على الشغل بتاعك يعرف انت كاتب ايه. فتعود دايما انت بتكتب تكتب كومنتس. الجزء اللي بعد كده هو احنا ازاي ايه الكونستراكشن تولز اللي بنستخدمها في السي بلس بلس تحديدا. بقى علشان نبني برنامج سي بلس بلس، اول حاجه انت محتاج تبنيها هو الاديتور اللي انت هتكتب فيه الحاجه، الفايل اللي هتفتحه وتبدا تكتب فيه الانستراكشنز وترنها والكلام ده. فده بنسميه تكست اديتور، او ساعات بنسميه انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت اي دي اي. فدوت هو الحاجه اللي انت بتكتب فيها، يعني مثلا زي الوورد تكست اديتور بس علشان يطلع دوكيومنتس. اي اديتور تاني هيطلع حاجه. التكست اديتورز بتاعه السي بلس بلس بيطلع ايه؟ بيطلع فايلات ان سي بلس بلس فورمات، واضحه جدا. وبيطلع نوعين بقى من الفايلات ديت. النوع الاولاني اللي هو بيبقى بنسميه سورس فايل او سورس كود. ليه اسمه سورس؟ لان ده سورس، هو اساس الكود بتاعك، هو اساس الفايلات المختلفه. احنا زي ما اتفقنا قلنا احنا عايزين نعملها بطريقه اوبجكتس، احنا عايزين نفكر بطريقه اوبجكت اورينتد، عايزين مخنا يبقى متظبط كده. فانت هتعمل اوبجكتس كتيره، كل اوبجكت هتعرفه هتحطه في فايل اسمه هيدر فايل. تمام. الهيدر فايلز دي بتبقى فايلز الاكستنشن بتاعها بتكتبها في نفس الاديتور دوت، وبعدين بتعمل لها سيفنج بقى اس دوت اتش فايلز. تبقى الفايلز اللي بتطلع دوت اتش ده الفورمات بتاعها، بتعرف فيها كلاسز، بتحط بس الكلاس ديكلاريشن، بتقول انا هعمل كلاس اسمه كذا، بتعرفه فيه، بتعرف الفانكشنز اللي انت عايزها في الكلاس ده. الامبلمنتيشن نفسه بتاع الكلاس بيتعمل في سي بي بي فايل اللي هم السورس فايلز. فالسورس فايلز دولت الاكستنشن بتاعهم بيبقى دوت سي بي بي، ممكن كمان يبقى دوت سي او دوت سي سي، بس انا عمري ما شفتهم، دايما اللي بشوفهم هي الدوت سي بي بي فايلز. فانت ده النوعين الفورمات اللي احنا اتفقنا عليهم، يا اما دوت اتش فايلز يا اما دوت سي بي بي فايلز. الدوت اتش فايلز هنسميهم هيدر فايلز عشان بس تعمل فيهم الهيدنج بتاع الكلاس، بتعرف بس الكلاسز. والدوت سي بي بي فايلز بيبقوا سورس فايلز عشان بتكتب فيه الامبلمنتيشن، ازاي هعمل الحاجه اللي انا عرفتها في الهيدر، فعشان كده اسمهم سورس فايلز. تمام. طيب شويه اكزامبلز لتكست اديتورز ينفع تكتب بيهم سي بلس بلس وتطلع سواء هيدر فايلز او سورس فايلز. في مثلا الفيجوال ستوديو كود، ده اشهر واحد واللي انا كنت بتعلمه لما كنت في الكليه يعني عندكم، وده بتاع مايكروسوفت. في حاجات تانية انا سمعت عنها، معلومه برضو جانبيه، انا اصلا تخصص كوميونيكيشنز مش كمبيوتر. احنا متخرج من قسم اتصالات بيبقى عندك خمس تخصصات ممكن تتخصص فيه: الكترونكس او ويفز او كنترول او كوميونيكيشنز او كمبيوتر. انا اصلا تخصص كوميونيكيشنز، فانا ما كتبتش سي بلس بلس كود من ايام كنت في سنه ثالثه. انت بتاخد تاني كورس سي بلس بلس في سنه ثالثه، بس هو علشان في عجز يعني في دكاتره الكمبيوتر، فهم ايه مستلفني من كوميونيكيشنز، لسه جايه جديد بقى فبيستغلوني وكده. بس المهم ان هو بس انا عارفه يعني، دخلت انترفيوز كتيره وكانوا دايما بتسال على السي بلس بلس، وانا اصلا كوميونيكيشنز بكتب بايثون وبكتب ماتلاب وبكتب حاجات تاني، والاقيهم بيسالوا على السي بلس بلس. وبعد ما اقعد يعني اخده وجذبه اقول لهم انا مش فاكره السنتكس، طب خلاص اكتبي سودو كود، يعني اكتبي الفكره بتاعتك وايه وهنشوف. وغالبا مش بنجح في الانترفيوز اللي بقى بيبقى فيها الكلام ده، فعشان كده انا عارفه ان السي بلس بلس مهم. تمام. فاللي انا استخدمته زي ما قلت هو الفيجوال ستوديو، بس اللي انا عارفه انه موجود برضو الاكلابس والساوند لاين، وفي حاجات تانية كتير بس دول اشهر حاجات. يعني انا الاكلابس والساب لاين شفتهم، ما اشتغلتش عليهم ساعتها بس شفتهم، والفيجوال ستوديو طبعا اشتغلت عليه. تمام. بعد كده في بعد ما انت كتبت الكود بتاعك سواء دوت سي بي بي فايل او دوت اتش فايل، بيبقى في كومبايلر بياخده بيحوله زي ما اتفقنا الماشين لانجويج. فالماشين بقى فايل اللي بيطلع من الكومبايلر ده بيبقى اسمه اوبجكت فايل، بتبقى مكتوب فيها الانستراكشنز زي ما اتفقنا اسمبلي انستراكشنز، مش وانز وزيروز برضو، بس بتبقى اسمبلي انستراكشنز لوور ليفل، يعني موف كذا للريجستر الفلاني، موف الارجيومنت الثاني للريجستر، يعني مثلا سم انستراكشن ايه بلس بي
فهتلاقيه خد مثلا ثلاثة assembly instructions. انت بتموف اول variable للريجستر ده وبتموف تاني variable للريجستر التاني. instruction تالت انك تجمع التو ريجسترز، وغالبا في instruction رابع انك تدلع بقى الريزلت للريجستر بتاع الاوتبوت ريجستر يعني. فالكومبايلر هو اللي بيعمل كده، بيحول السورس فايلز للاوبجكت فايلز. في كمان حاجات تانية تستخدمها وانت بتعمل بتبني الكود بتاعك اللي هي اللايبرري، لان احنا زي ما احنا متفقين ان اي الوظيفة واحدة من المهام الاساسية احنا ليه اصلا عملنا هاي ليفل لانجويجز، هو ان احنا نقدر نستخدم ريوزابل كود موديولز. يعني انا مثلا حد تعب وعمل مثلا موديول، يعني برنامج بيعمل مثلا سيرش بيدور على حاجة وعملها بطريقة افشنت جدا وسماها باينري سيرش. الباينري سيرش ده انت ممكن تبقى سمعته عنه في اعدادي بس مش اكيد تسمعه عنه السنة دي. هو ان انت مثلا لو عندك اراي، يعني مجموعة كبيرة من الارقام وعايز تدور على رقم واحد فيها، طريقة ان انت تقعد تمسك كل واحد وتقارنه بالرقم بتاعك دي طريقة طويلة جدا وبتاخد وقت طويل، وكل ما الارقام بتاعتك بتكبر الموضوع بيضرب منك. فالحد اللي فكر في الباينري سيرش قال طب انا خلاص انا هاخد الاراي الطويلة واقسمها بالنص، ادور في النص الاولاني لو لقيت الرقم اللي انا عايزه خير وبركه، ما انا كده وفرت وقت بالنص، انا مش محتاجه ادور في البتاع كلها. ما لقيتهاش تقوم قسمها بالنص تاني، ما لقيتهاش تقوم وهكذا. فالطريقه دي كانت طريقه ذكيه وكويسه، والناس لقوا فعلا انها بتوفر وقت كتير، فقالوا خلاص احنا هناخدها نحطها نقفلها كده على نفسها ونحطها في موديول. هنحط ده فين؟ في اللايبرري، بحيث اي حد يجي بعد كده عايز يدور عايز يعمل سيرش، عشان ما نخترع العجله بقى من الاول، هو هياخد على طول الباينري سيرش موديول ويستخدمه. فالموديولز المختلفه دي اللي هي احنا هدفنا ان احنا نستخدمها ونعيد استخدامها بنحطها في اللايبرري. ففي ستاندرد درايف لايبرري موجوده في كتير بقى، لايبرريز كتيره في سي بلس بلس. هتلاقي مثلا لايبرري للماثيماتيكال تولز، ولايبرري مثلا لينير الجبرا، هتلاقي تولز كتيره في مثلا ماشين ليرنينج بقى دلوقتي لايبرريز مختلفه كتيره جدا جدا. تمام. في بعد كده حاجه اسمها الميك يوتيليتي واللينكر. اللينكر ده اللي بياخد الاوبجكت فايل اللي طلع من الكومبايلر يشوف يدور فيه كده هو ايه الحاجات اللي هو عايزها، لان هو عايز من اللايبرري شويه حاجات يجيبها، شويه موديولز هيجيبها من اللايبرري، فبياخدهم وبيعمل لهم لينكينج كلهم، بيشوف برضو ايه السورس فايل وايه الهيدر فايلز المطلوبه في البرنامج ويجمعهم كلهم علشان ينفذ البرنامج. فعلى مايكروسوفت ويندوز هتلاقي ان الاكسكيوتبل بروجرامز منتهيه بدوت اي اكس اي، يعني انت هتيجي تعمل اي بروجكت عندك خلال الترم دوت وترن البرنامج بتاعك هتلاقي الريزلت اللي طلع هي الدوت اي اكس اي فايل، الاكسكيوتبل فايل اللي انت هتبقى بتستخدمه. ده الفايل اللي هو بيقول لك مثلا انت عايز تجمع انه رقمين، وبيطلع لك كده مكان تكتب فيه الرقمين، فتقوم كاتب مثلا عايز اجمع 3 و5 يقوم قايل لك الريزلت 8. انت بقى مش شايف السورس فايل اللي بيعمل ده فين، انت بس شايف الاكسكيوتبل فايل، فاللي مطلعه هو اللينكر. فالاكستنشن بتاعه دوت اي اكس اي على اللينكس سيستم هيبقى اللينكر، الفايل اللي بيطلع ملوش اكستنشن، هو بس اسمه كذا. تمام. في بقى يوتيليتي اسمها الميك يوتيليتي. يوتيليتي دي بتبقى يعني هي هدفها ان هي تساعد البروجرامر ان هو يكيب تراك اوف وات ذا كومبايلر از يوزينج تو كونستراكت البروجرام. معناها ان هو اوتوماتيكلي بيشوف السورس فايل اللي محتاجه عشان تكسكيوت، بيروح يجيبه ويشوف الهيدر فايلز اللي انت محتاجها ويروح يجيبها، ويستخدم اللينكر اللي اتكلمنا عليه ده قبل كده علشان يعمل لهم لينكينج مع بعض وبعدين يكومبايل. اللينكر والميك يوتيليتي انت مش هتشوفهم انت كبروجرامر، بس هم موجودين فانت لازم تبقى عارفهم. يعني اخر تول بقى هنتكلم عنها ودي تول مهمه قوي، هي الديباجر تول. انك تعمل ديباجنج، انت ايه الهدف؟ ان انت عايز تشيل الباجز. الباجز نوعين، انت ممكن يبقى عندك ايرور كومبايليشن ايرور، يعني انت اصلا كاتب سنتكس غلط، انت بدل ما تكتب مثلا كلمه سم كاتبها اس ام بدل اس يو ام كده يعني، فممكن يبقى سنتكس ايرور. او مثلا عايز مثلا الاراي السايز بتاعها 10 مثلا، وانت بعد كده بتساله عن الاليمنت رقم 11، فده كومبايليشن ايرور، انت اصلا بتسال عن حاجه هو يعني مش هتنفع، في خطا في الكتابه، فده ايرور.
وده بيبقى سهل ان هو بيقول لك الايرور في كذا كذا، المفروض يعني يبقى سهل. في بقى ايرور تاني اللي هو الران تايم ايرور، اللي هو ايرور مخفي، هو مش انت كاتب سنتكس كويس كل حاجه بس النتيجه مش طالعه منطقيه، انت حاطط ان عايز تجمع 1 زائد 2 مطلع لك 15 مثلا. فده الران تايم ايرور ده بيبقى اصعب في الاكتشاف، لان في الاخر انت شايف الريزلت الاخيره من البرنامج، بتبقى عايز تعرف هو كل حته في الكود بتعمل ايه علشان تتراك الغلطه جايه منين، لحد ما توصل اه ده انا كاتب اللاين ده غلط، انا كاتبه صح كسنتكس بس هو لوجيكلي بيعمل حاجه مش منطقيه. فعشان كده بيبقى محتاج الديباجر ده. الديباجر بيبقى عباره عن تول بينفع تحط فيها، بتحط بيها بريك بوينتس. بريك بوينتس يعني تقول انا الكود اهو عندي اللاينز بتاعت الكود اهيت، بتيجي تحط نقطه حمراء كده جنب اللاين ده، لما يجي ران هتلاقيه عمل بريكنج يعني واقف عند هنا ووقف، البرنامج واقف مستنيك بقى، يا اما تقول له كمل كونتينيو، يا اما تقول طب اه نشوف انا عايزه بقى انفستيجيت اشوف الايه المشكله، هو لحد هنا كان حسب كام، ده منطقي ولا مش منطقي. فانك تحط بريك بوينتس ده زي بتديك نقط كده تتشيك عندها. تمام. في كمان انك ممكن تعمل اصلا بدل ما تحط نقط حمراء بقى، ممكن تبقى عايز نقط حمراء عند كل السطور، عايز تشوف سطر سطر بيعمل ايه، فمش منطقي بقى تقعد تمشي نقط حمراء كده ايدك هتوجعك. فممكن اصلا تعمل سنجل ستيب ديباجنج، ان هو تقول له بالراحه كده امشي لي لاين لاين، اعمل لي اكسكيوتنج وان لاين ات ا تايم عشان اشوف اللاين ده طلع ايه. وفي كمان الديباجنج بيساعدك انك كمان تعمل ديسبلاي، انك تبرنت الفاليوز بتاعه الفاريبلز او الاكسبريشنز الانستراكشنز يعني كلها اللي انت كاتبها وتشوف هو ايه اللي طلع. او ان انت يعني ممكن ما يبقاش بس الفاليوز بتاعت variables او expressions، ممكن تبقى شايف تعرف الاوتبوت كله اللي طلع up to this point. فده بيبقى البراوزر هو اللي بيخليك انك تدسبلاي جزء معين من السورس فايل. ممكن تعلم عن جزء ده وتقول انا عايز اعرف الريزلت من الجزء ده كده على بعضه بيبقى كام. فالديباجنج تول دي بتبقى مهمه جدا ان انت تبقى عارف بالظبط المشكله فين في الكود بتاعك، فوت تستخدمها كتير يعني. تمام. طيب هنتكلم دلوقتي عن basic declarations and expressions، حاجات أساسية برضو لازم تبقى عارفها علشان تعرف تكتب C++ في البروجرامينج لانجوج نفسها. خلاص من أول بقى المحاضرة دي هنبدأ نشوف الكود الحقيقي بتاع C++ بشكله عامل إزاي. أول حاجة هنتكلم عنها أجزاء البرنامج. أول حاجة data variables، ديت هي البيزك building blocks بتاعت أي برنامج، منطقي لأن أنت علشان أصلا تبدأ تبني البرنامج أنت محتاج تفكر إيه الحاجات اللي هتستخدمها. وهو كود بيقول للكمبيوتر أو بعد ما يبقى عندك الفاريبلز دي الأجزاء البلوكس اللي أنت بتستخدمها عشان تبني البرنامج، بتكتب الكود بقى اللي يجمع البلوكس دي مع بعضها ويعمل منها حاجة مفيدة. فده مثال كده البرنامج، انت مثلا عندك اول حاجه هتعرف فاريبل داتا فاريبل اسمه هايت، ده نوعه انتجر، وبعدين عملت خطين كده علشان تكومنت وتكتب كومنت زي ما اتفقنا انك تكتب كومنتس. دوت براكتس مهم قوي، محتاج ان انت تعود نفسك انك دايما تكتب كومنتس حتى لو برنامج صغير وانت بس اللي هتشوفه، اكتب برده كومنتس عشان ايدك تبقى ماشيه فيهم وتبقى متعود على كده من غير تفكير. ونلاحظ الاول انا عملت علامه الهاشتاج دي include io stream. الIO stream اللي هي input output stream هي واحده من اللايبرز اللي اتكلمنا عليها، قلنا C++ في لايبرز كتيره جدا، في منها اللي له علاقه باللينير الجبرا مثلا، وفي اللي ليه علاقه بالحاجات الجرافيكس وحاجات الفيجواليزيشن، حاجات كتيره جدا. اللايبرز بتاعه الIO stream دي ليها علاقه بالinput output، انك تدخل داتا للاكسكيوتابل فايل وتاخد داتا تشوفها مطبوعه عندك على الشاشه على الاكسكيوتابل فايل. الانستراكشن اللي بتدخل بيها الداتا اسمها سي ان، وبعدين بتعمل بعدها السهمين دولت سي علشان احنا بنكتب سي بلس بلس، وان معناها انبوت. الانستراكشن اللي بتكتبه في السورس فايل علشان تفهم الكومبايلر ان انت عايز في الاكسكيوتابل فايل داتا تطلع لك على الشاشه محتاج تشوفها انت بعينك كاند يوزر يعني، بيبقى الانستراكشن اسمها سي اوت، وبتعمل السهمين الناحيه الثانيه اللي هو طالعين لبره يعني اوت وده ان. فسي ان معناها ان الاكسكيوتابل فايل بتاعك شاشه سودا كده تطلع،
وفي برومبت كده حاجه كده واقفه مستنيه كيرسر كده عمال ينور ابيض ويختفي كده، معناها ان البرنامج مستني من الاند يوزر الحد اللي بيستخدمه ان يدخل هنا حاجه. فالسي ان هي اللي بتخليه يعمل كده، السي اوت بتخليه يطلع رقم ذا سم از 15 مثلا. اللي بيخلي ده ديسبلاي على الاكسكيوتبل فايل هو كتابتك للانستراكشن سي اوت. سي ان وسي اوت لو كتبتهم من غير ما تكتب في الاول انكلود اي او ستريم، الكومبايلر هيقول لك انا مش فاهم يعني ايه سي ان اصلا، مش فاهم يعني ايه سي اوت، مين دول؟ فانت بتعمل اي او ستريم بتنكلود اللايبرري دي علشان هي اللي فيها تعريف السي ان والسي اوت. فطبعا هتلاقي دايما بتستخدم انكلود اي او ستريم، يعني تبقى زي اسمها بقى كده تكتبها على طول من غير تفكير عشان انت دايما محتاج تاخد داتا وتطلع داتا. تمام. وبعدين بدات اتعرف الداتا فاريبلز بتاعتك، فعرفنا الهايت وقلنا ان هو انتجر، وعرفنا الويدث وقلنا برضو انه انتجر، وبعدين كتبت في الكومنتس ان هو ده الويدث بتاع ريكتانجل ان انشز مثلا. بعدين عرفت فاريبل تاني اسمه اريا، وقلت عرفت برضو في الكومنت ان هو ديت الاريا بتاعت الريكتانجل ان سكوير انشز. تمام كده انت عرفت الداتا فاريبلز بتاعتك. بتبدا بعد كده الكود بتاعك اللي هو مين، وطريقه كتابه المين ديت بتبقى ليها زي اوتبوت وليها انبوت. اي فانكشن في السي بلس بلس بتبقى مكتوبه بالفورمات ده، ان في فانكشن نيم وفي انبوت وفي اوتبوت ليها. المين فانكشن هي الفانكشن اللي هي نقطه بدايه البرنامج اللي بتعرف الكومبايلر ان انا هبدا من هنا، فهي فانكشن صحيح بس هي فانكشن مميزه عشان اسمها مين، مفيش غير هي واحده بس بتقف في البرنامج لان هي نقطه بدايه الكومبايلر. هو هيبدا بيدور على كلمه مين، اول ما يلاقيها خلاص يبقى انا هبدا من هنا. بس هي عشان هي اصلا فانكشن زي اي فانكشن في الدنيا فلازم تتكتب بالطريقه الستاندرد بتاعه كتابه الفانكشن. بس هي فانكشن لا بتاخد حاجه ولا بترجع حاجه، فاحنا ممكن تقول ان هي void، بترجع void بترجع فراغ، ما بترجعش حاجه اصلا وما بتاخدش حاجه برده. وبعدين تبدا تكتب الكود بتاعك ما بين الكيرلي بريسز دول، او ساعات بيرجعوا انتجر هنا. بس لازم لو انت بقى حددت انها انك ناوي تخليها ترجع انتجر لازم تقول ريتيرن حاجه. لو انت مش هتريتيرن حاجه ريتيرن زيرو وخلاص. لو هتريتيرن حاجه بجد بتهيالي هنا الكود ده لا زيرو فعلا. فانت غالبا لما بتقول انها انتجر تقول لها ارجعي زيرو. لما كتبتش ريتيرن الكومبايلر هيديك ايرور يقول لك الفانكشن دي انا متوقع منها اوتبوت بس مفيش ريتيرن حاجه، فشوف انت عايز تريتيرن ايه. لو مش عايز تريتيرن زيرو يبقى خليها هنا void عشان هو ما يتوقعش انك ناوي ترجع حاجه. تمام. والجسم نفسه بقى زي ما اتفقنا بيبقى ما بين الكيرلي بريسز دولت. فهنا انا مش فاهم ايه اللي بيتكلم، معلش عشان المسكات. هو انا صراحه مش عارفه انت اصلا بتريتيرن بتروح فين، فهي لا غالبا مش هي دايما بتريتيرن زيرو. يعني انا ممكن اتاكد لك اكتر بس اللي انا دايما عارفاه ان احنا لو كتبنا انتجر بتبقى ريتيرن زيرو، او لو مش ناوي ريتيرن زيرو يبقى void وخلاص. عمري ما شفت غير ريتيرن زيرو صراحه. ممكن نسكت. فالبادي هنا بتاع البروجرام اول حاجه انت حطيت فيه الهايت، اللي فوق ده كان الديكلاريشن بتاع الفاريبل، انك تعرف اسمه ونوعه، اسمه هايت او اسمه ويدث او اسمها اريا، ونوعه انتجر او انتجر او انتجر مثلا. فده الديكلاريشن اللي فوق ده اللي بيتكتب قبل المين فانكشن، اللي هو لو انت كنت ناوي تعمل برنامج بقى كبير وتعمل فيه اوبجكتس مختلفه او كلاسز يعني مختلفه كان الجزء اللي فوق ده يتكتب في فايل لوحده اسمه هيدر فايل. بس هنا عشان برنامج صغير فاحنا كاتبينه وخلاص، بس كاتبينه فوق المين لان ده لوحده دوت مش مين اكسكيوشن، يعني مش اكسكيوتابل بارت اوف ذا بروجرام. اللي جوه المين بقى بنسميها الانيشاليزيشن بتاع الفاريبل. ففي فاريبل ديكلاريشن وفي فاريبل انيشاليزيشن. فالانيشاليزيشن هنا كان لهايت بفاليو 3 والويدث بفاليو 5 واريا ان هي هايت تايمز ويدث،
وبعدين انا عايزه اطلع الاوتبوت ديت على الشاشه بتاعه الاكسكيوتابل فايل، وعايزه اكتب كلمه اريا از كذا سكوير انشز. عايز هنا تبقى مكتوب الكلام ده. وبعدين عايز اخلي البرومبت بتاعي الماوس بتاعي عند السطر الجديد، فانا عايز انزل انتر بعد ما اكتب الجمله ديت اريا از دي، هتطلع عشان ما بين علامات تنصيص كده هتطلع زي ما هي، اكتب فيها اللي انت عايزه ماي نيم از اريا از، اي كلام هيطلع زي ما هو هنا. وبعدين هنكتب اريا اللي هو فاريبل هيجيب الفاليو بتاعتها من خلال اكسكيوتنج المين فانكشن اللي هتطلع هنا في الحاله ديت 15. راح يكتب هنا الحاجه اللي هتطلع من الاكسكيوشن ايا كانت، وبعدين يكتب كلمه سكوير انشز، وبعدين ينزل يستنى عند السطر الجديد عشان تقيل له باك سلاش ان، معناها انتر يعني انزل سطر جديد نيو لاين. تمام، فشويه اكزامبل كده سمبل اكسبريشنز. العلامه بتاعت النجمه دي معناها ملتيبلاي، الفورورد سلاش هي الديفايد زائد هي الاد والناقص سبتراكت، وعلامه المئويه ديت هي المودولس اللي هو الريميندر افتر ديفيجن. فاكرين المود والديف؟ الديف هو ناتج القسمه والمود هو اللي باقي من القسمه. يعني لو عملت 7/3 هتديك 2.5 صح كده؟ فالديف هو الاثنين والمود هو 1 سوري صح كده. طيب تاني حاجه بعد كده، بما ان احنا بقى خدنا العمليات ديت عايزين نعرف مين بيتنفذ قبل مين. الانكريمنت operation انك تزود واحد، والديكريمنت اللي هتنقص واحد، والمالتيبلاي والديفايد والمود كلهم ليهم اولويه على الاديشن والسبتراكشن. ساعات علشان انت نفسك تبقى قادر تفهم، يعني بتقول طب انا استخدم اقواس وريح دماغي، الاقواس ليها اولويه على اي حاجه ثانيه. فمثلا لو كتبت كده 1+2 ما بين قوسين في 4، معناه ان انت عايز تجمع الاول دوت، هتعمل الاول الحاجه اللي جوه الاقواس في الحاله دي انك تجمع 1+2 وبعدين الناتج تضربه في 4 فده هيطلع 12. لو كتبتها كده من غير اقواس هتطلع الناتج 9، لانه الاول هيعمل المالتيبليكيشن وبعد كده هيعمل الاديشن. فزي ما اتفقنا الانكريمنت والديكريمنت، الانكريمنت اللي هي بتبقى بلس بلس، يعني لو انت عندك فاريبل اسمه ايه وعملت كده ده معناه ان انت عايز تكتب a equal a plus 1، الاثنين نفس الحاجه. بس عمليه الانكريمنت دي بتبقى ليها اولويه فوق عمليه الاد العاديه. لو كتبتها كده يبقى تعمل عمليه اديشن طبيعيه، دي كده اسمها انكريمنت. لو عايز تديكريمنت بنكتب ماينس ماينس، دي بالظبط معناها a equal a minus 1. بس عملية على بعضها بتاعت الديكريمنت ليها الأولوية فوق السبتراكشن. ماشي كده؟ وطبعا لو جالك بقى مالتيبليكيشن وديفيجن مثلا تعمل مين الأول من الشمال لليمين؟ لأن هما الاثنين ليهم نفس الأولوية، فساعتها اللي جه الأول بيتعمل الأول. تمام؟ الفاريبلز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي وحدات بناء اي برنامج زي الهايت ويتس اريا مثلا اللي احنا كنا لسه معرفينهم دول، الفاريبلز دي ليها شروط لازم نعرفها. اول شرط لازم يكون ليهم اسامي، حاجه منطقيه جدا يعني. وخد بالك ان الاسامي كيس سنسيتيف، يعني الابر كيس واللور كيس بيتعمق انهم حرفين مختلفين. فمثلا لو عرفت فاريبل اس اي ام كلهم لور كيس كلهم سمول لترز، ده فاريبل غير لما تعرف سام بكابيتال اس، غير لما تعرف سام بكلهم ابر كيس كلهم كابيتال ليتر. دول كده يعتبروا ثلاثه فاريبلز مختلفين. طبعا انت ما تعملش كده عشان ما تلخبطش نفسك يعني، بس تبقى عارف ان انت لو كاتب مثلا فوق سام وبعدين تحت بالغلط كتبته ابر كيس مش هيفهم ان دول نفسهم.
فاحنا by convention يعني دايما بنكتب كل ال variable names lower cases. ما عدا في حالات بقى لو انت مثلا احنا في communications دايما هتلاقي ان احنا عندنا vectors و scalar values و matrices. فتلاقي convention بقى ان احنا نكتب ال scalar lower case, ال vectors نعملهم upper case مثلا, و matrices نعملهم معرفش upper case اي حاجة تانية مثلا اندرسكور او حاجه. بس دايما يعني السكيلر والفيكتور والماتريسيز بتبقى دي لوور كيس ودي ابر كيس. تمام. فدي مثلا شويه اكزامبلز افريج, بعدين انت كاتب كومنت اللي هو ده معناه بيعبر عن الافريج بتاع كل الجريدز اللي هيبقى مثلا في الفايل. نمبر اوف ستودنتس ده مثال تاني لفاريبل نيم حلو وكويس وشغال. دي شويه امثله بقى مش هتنفع تبقى variable names. مثلا third entry علشان هو بادئ بنمبر, فما ينفعش تبدا ال variable name بتاعك برقم. تاني واحد all dollar sign done مش نافع برضو, علشان الدولار ساين دي special character ما ينفعش تستخدمها في تسمية ال variables. ما ينفعش تستخدم ال space برضو, special character ما ينفعش نستخدم. ما ينفعش نستخدم انت عشان اصلا دي reserved word, دي كلمة هو في اللانجوج نفسها بتاعت السي بلس بلس ليها معنى بتعبر عن الانتجر فاليوز, فدي reserved word. ما ينفعش تستخدم sum, ما ينفعش تستخدم float, حاجات الاسامي بتاعت اللغة نفسها لازم تستخدم اسامي تانية. وزي ما اتفقنا ان الفاريبل بيبقى لازم يبقى declared في الاول, والديكلاريشن بتاع الفاريبل بيتعمل علشان نعرف زي ما قلنا اسمه ونوعه, وبالتبعيه بقى هتبقى ده كده وصف ليه هو بيعمل ايه. فلازم تعرف اسمه انت مسميه كذا, ونوعه هو انتجر ولا فلوت ولا كاركتر ولا ايه. وبعدين انك تكتب بقى كومنت وتوصف فيه الفاريبل ده بيعبر عن ايه دوت لفهمك انت الشخصي. يعني هو السي بلس بلس مش بيتطلب انك تكتب كومنت, لو ما كتبتش وصف للفاريبل ده مش هيقول لك حاجه, بس هو احنا دايما اتعودنا هنكتب كومنتس, فيبقى كمان الديكلاريشن بيساعدك في انك تديسكرايب هو ده عباره عن ايه لفهمك بعد كده. زي ده كده اكزامبل انت انسر, وتكتب الديسكريبشن ان الانسر ده بيكونتين انتجر فاليو بتعبر عن جواب سؤال ثلاثه مثلا اي حاجه. تمام. وطبعا ملاحظين السيمي كولون اللي في الاخر دي اساسيه, لازم اي سطر كود اي لاين اوف كود بتكتبه في السي بلس بلس لازم يبقى اخره سيمي كولون. مش اخر سيمي كولون هو اصلا هيديك كومبايلر ايرور, مش هيرن اصلا. تمام. ففهمنا كده ان في انواع للداتا فاريبلز. خدنا احنا انتجر اللي هو ايه الارقام الصحيحه سواء بوزيتيف انتجرز او نيجاتيف انتجرز. فاون موست ماشينز اللي هي 4 بايت ماشينز هتلاقي ان هي الانتجرز بتبقى 4 بايتس يعني 32 بت, وبالتالي انت بتبقى عندك علشان تحوله فانت عندك مش فاهمة فيه 32 بت زيروز وونز وهكذا. فعشان تحول ده الانتجر بتقول 2 لو هما دولت n مثلا, بتقول ان هو 2 باور n صح كده. بس احنا اصلا ال 32 بت دولت عايزين نعبر بيهم عن انتجر, فعايزين نخلي بت منهم للساين هو بوزيتيف انتجر ولا نيجاتيف انتجر. فاحنا عندنا حاجه هنا البت للساين, والباقيين من ال 32 كام؟ هيبقى 31. تمام. فالبوزيتيف انتجرز اكبر رقم هنقدر نعبر عنه ب 32 بت هو الرقم 2 تو ذا باور 31 ماينس 1, علشان الزيرو كمان اللي هو 32 صفر ورا بعض بيتحسب مع البوزيتيف انتجرز. فيبقى اكبر رقم هو الرقم الايه العظيم ده. النيجاتيف numbers اخرهم 2 to the power 31 بالنيجاتيف, مفيش ماينس 1 شخص خدنا الزيرو ناحيه البوزيتيف. تمام. فيبقى ده الرينج بتاعك تقدر تعبر عن انتجرز اصغر رقم فيهم هو سالب كذا 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 لحد موجب كذا 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 التاني ده. تمام.
في شوية ماشينز القديمة شوية كانت فيها بس 16 بت، وبالتالي انت عندك اللي هي 2 بايت ماشينز، فالرينج بتاعك من 2 باور 15 ماينس 1 أسفل من ناقص 2 باور 15 ل 2 باور 15 ماينس 1. دي كده الرينج بتاع الأرقام اللي تقدر تعبر بيها. لو كتبت رقم أكبر من كده الماشين مش هتفهمه أصلا، أو هتقصه يعني هتعمل له كليبنج، هتقول لك إن هو ده كذا 32767، يبقى أنت السيجنال بتاعتك ممكن تبقى أعلى من كده بس هي هتقصها مالهاش دعوة ده آخرها. في بقى طبعا الماشينز الأحدث دلوقتي بتبقى 8 بيتس 8 بايتس أسف 64 بيتس يعني. تمام، علشان تديكلير ان الفاريبل ده انتجر في الفاريبل ديكلاريشنز، الجزء اللي بيبقى الاول قبل المين فانكشن، او زي ما اتفقنا لو هتعمله اصلا في هيدر فايل لوحده، الديكلاريشن ده ممكن يبقى الانتجر عادي unsigned انتجر او شورت انتجر، معناها ان انت عايز تكتبه في بايتس اقل، او لونج انتجر هو الانسايند لونج انتجر عايز تكتبه في بيتس اكتر. صراحة مش عارفة الفرق ما بين الشورت واللونج كام بالظبط، بس يعني ممكن برضو أبقى أرجع لكم في المعلومة دي. بس عموما دي يعني طرق مختلفة إنك تعبر بيها عن إن الفاريبل ده انتجر. تاني نوع من الفاريبلز هو الفلوتينج بوينت اللي هو الريل نمبرز، يعني اللي فيها ديسمال بوينت. وعلشان تعبر عن إكسبوننت بتحتاج تكتب السنتكس ده اي وبعدين الاكسبوننت بتاعك بقى 3 اي اي حاجه اي بلس اكسبوننت او اي ماينس اكسبوننت. تمام، فمثلا 1.2 اي 34 معناها 1.2 مضروبه في 10 للاس 34، دي كده معناها 10 للاس 3 اللي هي 1000، دي 10 للاس 3 اللي هي 1 على 1000. تمام، في برضو هنا مثال تاني ان هو مثلا لو انت كتبت الرقم 0.0056 هتلاقيه طلع لك في الاكسكيوتابل فايل، هتلاقيه هو حط النقطة الديسيمال بوينت قبل الارقام على طول وشايل الاصفار دي كلها حطها في اكسبوننت، فهتلاقيه 0.56 اكسبوننت ناقص 2. دي طريقة كتابة الفلوتينج بوينت. انت لو كتبت كده هو مش هيعترض، بس هو هيسيبه هيحطه عنده في الكاش ميموري بالطريقة ديت 0.56 اي ناقص 2، دي طريقة كتابة الفلوتينج بوينتس. تمام، وبرضو عشان تديكلير الفلوتينج بوينتس بتحتاج تكتب كلمة فلوت قبلها، فدي هتبقى في 32 بت. الدبل 64 واللونج دبل 80 بتس. انا محتاجة بقى ارجع لكم زي ما قلت لكم في موضوع الشورت واللونج، انا مش عارفة بيبقى كام وكام صراحة، بس انت برضو لو كتبت دبل ده مفهوم ان هو floating point variable، ده variable real number فيه decimal بس انت حطه عايز تحطه في bits كتيرة، واللونج دبل bits اكبر اكتر يعني. تمام، النوع الثالث من الداتا variables هي character variables، ودي علشان تدكليرها بتحتاج تكتب الكلمة char for character يعني. تمام، ودي بتبقى معروف انها بتتحط في 8 بيتس، ودي بتحط فيها كاركتر واحد وبتعرفها بان انت تحطها ما بين اثنين سنجل كوتس، زي مثلا اي ابر كيس او لور كيس او اي سبيشال كاركتر عندك، علشان تانيشاليز الفاليو بتاعته بتحتاج تعمل سنجل كوت وتكتب هو ايه الكاركتر نفسه سنجل كوت تاني. تمام، بس الديكلاريشن بيبقى بس انك تكتب كلمه شار وبعدين تكتب اسم الفاريبل، وفي الانيشاليزيشن بقى بتحتاج تعمل السنجل كوتس وما بينهم الحاجه اللي انت عايز تحطها في الفاريبل الشار ده. تمام، السبيشال كاركترز بتحط قبلها الباك سلاش دي اللي اتفقنا عليها، زي ما كنا كاتبين في الجمله بتاعت سي اوت لما كنا عايزينه ينزل السطر الجديد حطينا باك سلاش ان فور نيو لاين، يعني فالان دي هي النيو لاين كاركتر، بي باك سبيس تي اللي هي الهوريزونتال تاب اللي هو يخش مسافه كده صغيره هوريزونتالي، وفي اللي هي الفيرتيكال تاب ان هو ينزل مسافه صغيره كده بس لتحت مش سطر كامل يعني بس حته لتحت. ماشي،
آخر نوع من الداتا variables عندنا اللي هي البوليان داتا variables. البوليان داتا variables اللي هي بتبقى بتاخد اتنين values يا true يا false. فالديكلاريشن بتاعها بيبقى ان انا اكتب كلمة بول B-O-O-L وبعدين اسميها اي اسم وبعدين انيشاليز الفاليو دي يا ترو يا فولس. مش محتاج تحط كوتس ولا اي حاجة, هي كلمة ترو دي فاليو معروفة ان هي هتحطها في البوليان variables زي ما هي كده. لو كتبت فولس يبقى دي فاليو انت لو تحطها في بوليان داتا فاليبل. وبعدين هنا نوت بتقول ان البول داتا فاريبلز ديت ريليتيفلي نيو للسي بلس بلس. في هتلاقي سي برامج قديمه قبل كده ما محطوطه ما كانش فيها البوليان داتا فاريبل. لا معلش انا اسفه, في اديتورز مش عارفه البوليان داتا فاريبل, ساعتها محتاج انك تنزل ماكروز علشان تعرف البول داتا فاريبلز وتعرف كمان كلمه ترو كلمه فولس ان هي فاليوز للداتا فاريبل دوت. بغض النظر يعني احنا اكيد عندنا بول داتا فاريبلز دلوقتي, مش محتاج تشغل نفسك بالموضوع دوت. تمام. ساعات انت ممكن ما تحطش كلمه ترو ما تحطش كلمه فولس, ممكن تحط 1 و0 او اي رقم تاني و0. معروف ان هو لو انت حطيت اي رقم دي معناها ترو ولو حطيت زيرو دي معناها فولس. تمام. بس احنا غالبا هنكتب ترو فولس عادي يعني. تمام. في كمان اوبريتورز ثانيه عندنا غير بقى الماثيماتيكال اوبريتورز اللي اتكلمنا عليها, البلس والماينس والانكريمنت والديكريمنت والحاجات دي. في كمان لوجيكال اوبريتورز اللي هي جريتر ذان سمولر ذان, جريتر ذان اور ايكوال, سمولر ذان اور ايكوال, وايكوال ايكوال, ونوت ايكوال. ايكوال ايكوال معناها انك عايز تتشيك ان هما بيساووا بعض او عايز تاساين الفاليو ديت لحاجه فبتكتبهم اتنين ورا بعض, او عايز تتشيك ان هما مش بيساووا بعض. تمام. فديت الريشنال اوبريشنز واللوجيك اوبريشنز اللي هي النوت والاند والاور. النوت هي العلامه دي زي ما اتفقنا دلوقتي, هي نوت ايكوال بتحطها بالطريقه ديت. لو عايز تكتب AND عايز تتشيك على اثنين conditions فبتكتب العلامة بتاعت الامبرسند دي مرتين, أور بتحط العلامات الواقفة دي برضو كده مرتين. فلو عايز تشوف ان ده عايز تتشيك مثلا عشان يبقى اللغة الناس كل الـ functions وكل الـ objects عارفاه. تمام. مفيش هيمنع انك تكتبها
مش كومبايل فايل ايرور، هي ما بتبقاش ايرور، هو مش هيعرف ان هي نفس اللي جوه دي. ممكن ابقى عارف في دي حته ثانيه والفاليو ثانيه هيستخدم الفاليو الثانيه، مش هتبقى عارف حاجه ثانيه اللي هي اهم حته. ماشي، ده كان مثال برضه ان عارف فاليو ثاني اسمه اكس، نوعه فلويد، الفاليو بتاعته بكذا. الفاليو الثاني زد ده نوعه اكتر، وبكتب اسمه شارب، وعملت له initialization بالفعل اللي هي دولار ساين دي، علشان هو نحطه ما بين سنجل روز. الفاليو الثاني سميته اتش، ونوعه جوليا، والفاليو بتاعته 2 initialization بتاعته. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الداتا فاليوز اللي عندنا، الشكل بتاعها ازاي، نعرف نوعها، نعرف اسمها، وبتأساين ليها فاليو لو انت عايز. تمام، وبتعرف تعمل شوية اوبريشنز بقى على الفاليوز دي. من الاوبريشنز المهمة والمشهورة هو ان انت تعمل ديسيشنز، تعمل ديسيشنز زي ما احنا مثلا بنجيب مثال هنا، ان لو فاليو معين في عند الفاليو دي انا عايز اعمل كذا كذا، فانا عايز اكتب ديسيشن ستيتمنت او كنترول، هي اسمها ديسيشن او كنترول يعني، او عايز تقول ان هو طول ما الفاليو مثلا بتاع الفاليو ده اقل من ثريشولد معين، اقل من قيمه معينه، انا عايز افضل احسب، عايز اقعد اعمل لوب كل شويه نشوف الفاليو وصلت للحد اللي احنا عايزينه ولا لسه، وصلت خلاص ها فايه، وبتكتب هنا الكونديشن
اللي هو زي ما احنا مثلا في المثال بتاعنا if A equal B، او ممكن يبقى الكونديشن كمان في and او or او less than او greater than او اي حاجة، ماشي الكونديشن. وبعدين بتكتب هنا جملة واحدة في C++. انت لو عايز تكتب جملة واحدة ممكن تكتبها من غير الكيرلي براكتس دولت. لو انت عايز تكتب كذا جملة بتلمهم كده في كيرلي براكت، وممكن تكتب كيرلي براكتس تكتب جملة واحدة برضه، مش يعني مش هيتضايق، بس يعني هو ايه اسهل ليك انك تكتبهمش. بس لو عايز تكتب كذا جملة لازم تحط كيرلي براكت، ماشي. دي كده الاف كونديشن، لو الشرط اتحقق هيعمل كذا، لو ما اتحققش يا اما تكتب له انس وتكتب هنا يا جملة واحدة يا لو أكتر من جملة برضو لازم تلمهم بكيرلي braces، أو ممكن ما تكتبش else يعني هو if condition اتحقق نفس كان، واتحققش خلاص كويسان طيب مش مهم. تمام. فديت أول conditional statement عندنا. تمام. اللوبس بقى عندنا كذا نوع منها. أول حاجة اللي هي الفور لوب، الفورم بتاعتها بيبقى فور initial value، بتبدأ منها بيبقى عندك انت معرف data variable قبل كده. مثلا في المثال ده معرف انت count ان هو integer، عامل له declaration قبل كده. وبعدين هنا بتبدأ بالinitial value بتاعت variable ده ان هو في المثال ده zero. وبعدين بتكتب الكونديشن بتاعك ان الفاريبل ده يكون اقل من حاجه اكبر من حاجه يساوي حاجه ايا كان اللوجيكال اوبريشن اللي عايز تحطها. وبعدين بتعمل ايتريشن ستيتمنت كل مره انا عايز ازود الكاونت ده تمام او انقصه تمام. وبعد كده بتبدا تكتب الحاجات اللي انت عايز تعمل لوبينج عليها اللي هي هتنفذها طول ما الكونديشن لسه ما اتحققش. فبتخش اول مره بالانيشال فاليو وتنفذ اللي جوه، وبعدين تطلع تشوف وصلت للكونديشن لسه ما وصلتش يبقى هنفذها تاني، وبعدين اطلع اشوف وصلت للكونديشن لا لسه ما نزلتش ما وصلتش يبقى هنفذها تالت، وهكذا. لو اكتر من سطر برضو نفس الحكايه بنحطهم ما بين كيرلي بريسز. لو هو ستيتمنت واحده ممكن نكتبها من غير الاقواس دي. تمام. النوع الثاني من اللوب ستيتمنتس اللي هي الوايل لوب. الوايل لوب الجمله بتاعه الايتريشن وكمان الانيشاليزيشن مش بتبقى مكتوبه جوه السطر نفسه بتاع الوايل لوب، فهتبقى مكتوبه براها الانيشاليزيشن. فهنا بنقول كاونتر ايكوال زيرو، وجمله الايتريشن اللي هي الحاجه العداد اللي عندك اللي بتزوده بيبقى مكتوب جوه الوايل نفسها، وهنا بتبقى حاطط الكونديشن. فمثلا هنبدا بكاونتر بزيرو، وبعدين وايل كاونتر اقل من خمسه هنعمل كذا، وما ننساش نزود الكاونتر. لو ما حطيناش جمله زياده الكاونتر هنبدا نلف للابد وهتبقى انفنت لوب. تمام. نعم. في انهي واحده؟ اه دي معناها ان total equal total plus counter. يعني انت بدأت مثلا بان total هنا بزيرو، وبعد كده total الجديد هو total القديم زائد counter زيرو plus زيرو. تمام. فهتبقى زيرو، وبعد كده تروح تشوف counter لسه اقل من خمسة. لا الاول هتزود كاونتر تبقى كاونتر بواحد، تشوف الواحد اقل من خمسه فهتعملها تاني. فالتوتال الجديد هو التوتال القديم زائد كاونتر زيرو زائد واحد بعد كده. تمام. فبلس ايكوال دي معناها ان انا عايزه الفاريبل نفسه الجديد يساوي القديم زائد الحاجه اللي هي محطوطه بعد الايكوال. تمام كده. يعني هي شويه شبه البلس بلس والماينس ماينس اللي اتكلمنا عليه، لان هي بلس بلس زي ما اتفقنا معناها ان انا عايزه نفسي واجمع عليا واحد، ماشي. هنا معناها ان انا عايزه نفسي واجمع عليا اي حاجه تانية بقى كاونتر مثلا، ماشي. تالت مثال من اللوبينج ستيتمنتس اللي هي الدو وايل ستيتمنت.
فدي بتبقى كده بتاعتها ان احنا الاول نقول الحاجه اللي عايزين ننفذها وبعدين نكتب الشرط في الاخر. والشرط بيتكتب زي شرط الوايل ستيتمنت، بتكتب بس الكونديشن. الايتريشن ستيتمنت او الانيشاليزيشن بيكتبوا الانيشاليزيشن بره والايتريشن ستيتمنت جوه الستيتمنت بتاعت الدو. فهنبدا بكاونتر ايكوال 0 تمام، وبعدين ندو الحاجه اللي احنا عايزينها، ان احنا توتال هنزود على نفسه كاونتر كل مره هنجمع على الفاليو القديمه التوتال كاونتر، والكاونتر نفسه هنبدا نزوده كل مره نعمل له انكريمنت بواحد لحد ما يبقى كاونتر يساوي 5. اول ما تبقى تساوي 5 الشرط ده مش هيبقى متحقق فهنطلع بره اللوب تمام. لو عايزينها تبقى 5 بالظبط يبقى كنا لازم نحط هنا less than or equal، كنا لازم نعمل اللي هي دي تمام. انما بشكلها كده هنطلع من اللوب وكاونتر ب4، اخر فاليو الكاونتر هتبقى ب4 ماشي. هو اخر فاليو الكاونتر صراحه هتبقى ب5 بس مش تستخدم، يعني اخر فاليو مستخدمه الكاونتر هي ب4 تمام. خدنا الفور وايل دو وايل. في جمله رابعه بقى لللوبينج اللي اسمها سويتش ستيتمنت. لا هي السويتش مش لوبينج الحقيقه، هي السويتش شبه الاف، هي كونديشنال، هي بس برانشنج. بس الاف احنا كنا برانش يس او نو، السويتش ممكن نبرانش لاي عدد انت عايزه، وبالتالي احنا مش بنتشيك بقى يس او نو، احنا بنتشيك ان هي بنسويتش على فاريبل نيم معين، وبنقول الفاريبل نيم ده ممكن ياخد في الحاله ديت حالة 2 3 ممكن ياخد فاليو من 3 فاليوز، يا يبقى 1 مثلا يا 2 يا 3 يا اي حاجه ثانيه. لما يبقى 1 انا عايز اعمل كذا، لما يبقى 2 انا عايز اعمل الكذا الثانيه، لما تبقى 3 عايز اعمل الكذا الثالثه، لو ولا واحد من دولت انا عايز اعمل حاجه ثانيه تمام. فالسويتش ستيتمنت هي الحالة العامة من الإيف ستيتمنت تمام؟ وبطريقة كتابتها زي ما اتفقنا كده، سويتش فاريبل نيم، يعني أنا عايزة أعمل التشيك بتاعي على الفاريبل ده. لو كان بيساوي كونستانت 1، أنا هنا مش هكتب بقى إيكوال إيكوال، مش هكتب الكتابة ديت، طريقة الكتابة إن أنا هكتب كيس 1 مثلا، هناخد دلوقتي مثال نشوف. تمام، يعني هنا كيس بلس حاجه، يعني مش هنقعد مش هنكتب ايكوال ايكوال زي ما كنا بنكتب في الاف مثلا، لا احنا هنكتب كيس 1 في حاله انه 1، وهنحط كده على علامتين تنصيص كده باين اسمهم، لا اسمهم ايه كولون، يعني هننفذ ستيتمنت 1. ولازم نكتب كلمه بريك، لو ما كتبناش بريك هيخش على كيس 2 تمام. فلازم نكتب كلمه بريك، هو هيخش على كيس 2 مش هيتشيك كمان الكيس ده، هيخش ينفذ الستيتمنت اللي في كيس 2، هنشوف دلوقتي مثال. فاحنا لازم نكتب بريك وبعدين كيس حاجه ثانيه، زي ما قلنا طريقه الكتابه ان احنا بنكتب الحاجه على طول، ما بنكتبش لا جريتر ولا سمولر، هو معناها ان هو لو ايكوال الحاجه الثانيه. لو عايز بقى تعمل جريتر سمولر يبقى شوف لك ايه في الستيتمنت تكتب، انما الكيس لازم تبقى كده، ونكتب بعدها الستيتمنت وبعدين بريك او كيس الفاليو الثالثه، ونكتب الستيتمنت اللي احنا عايزينها وبعدها بريك، او الديفولت ان هو لو ما كانش بيساوي اي كيس من الكيسز ديت نكتب الستيتمنت، يبقى ننفذ الستيتمنت مكتوبه هنا تمام. السويتش ستيتمنت بتشتغل بس على الانتجر فاريبلز او الكاركتر فاريبلز تمام، اكيد مش تشتغل على البوليان ولا على الدبل مثلا. ففي المثال ده عندنا مثلا كاركتر اسمه اوبر اوبريشن مثلا. فالاول عملنا الديكلاريشن بتاعه، وبعد كده عملنا السويتش ستيتمنت عليه، انا عايزه اتشيك الفاريبل اوبر، لو كان بلس انا عايزه الريزلت الجديده تبقى ايكوال الريزلت القديمه
بلس فاليو، وفاليو ده فاريبل تاني في البرنامج يعني احنا معرفين. لو مش هي الكيس دي نروح نشوف نبريك، لو خلاص هي الكيس دي يبقى هنبريك ونطلع، لو مش هي مش هنبقى دخلنا اصلا، هنبقى شايفين الكيس اللي بعدها. في الحاله لو ماينس هنعمل الريزلت الجديد يكون الريزلت القديم ماينس فاليو ونبريك، لان احنا خلاص نفذناه. لو ما كناش دخلنا اصلا يبقى هنتشيك الكيس الثالثه، هنتشيك الكيس الرابعه. والكيس الرابعه هنا جواها اف ستيتمنت، لو هي ديفيجن، لو اوبريشن ديت كانت ديفيجن محتاجين نتشيك فاليو. لو فاليو كانت بزيرو فدي اف ستيتمنت بقى عاديه شبه اللي احنا ايه اتكلمنا عليها، اف كونديشن وشويه حاجات او الس حاجات ثانيه. لو الفاليو كانت بزيرو فاحنا عايزين نكتب ان ده ايرور ديفايد باي زيرو، بعدين ننزل سطر جديد ونكتب اوبريشن اجنورد، وننزل سطر جديد نستنى اللي هيحصل بعد كده. لو فاليو ما كانتش بزيرو فيبقى خلاص احنا هناخد الريزلت الجديده، هتبقى هي الريزلت القديمه ديفايدد فاليو. تمام كده؟ وفي الحاله دي بقى بعد ما نفذنا الستيتمنت، الستيتمنت هنا كانت اف ستيتمنت، هنا الستيتمنت كانت اديشن، هنا الستيتمنت كانت سبتراكشن، هنا الستيتمنت كانت ملتيبليكيشن اوبريشن، هنا الستيتمنت في الكيس دي كانت اف ستيتمنت على بعضها مفيش ما يمنع. وبعدين هنبريك خلاص لان احنا ايه عملناها ونطلع. لو هي بقى الاوبريشن كان اي كاركتر تاني، دولار ساين مثلا اي حاجه ما هياش اي كاركتر من الكاركترز ديت، فهنطلع الحكايه، هنعمل الستيتمنت دي. الستيتمنت دي بتقول ايه؟ اكتب بره على البرومبت ويندو بره ان هو دي انون اوبريتور، وبعدين اكتب الاوبريتور كاركتر دي نفسها هي عباره عن ايه، وانزل سطر جديد. تمام. الاندنج بريكس اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها ديت بتبقى محتاجين نكتبها في نهاية كل switch case. تمام؟ في الحالة ديت otherwise في الاكزامبل اللي عندنا ده انا عايز switch على الفاريبل اللي اسمه control، لو zero انا عايز اكتب كلمة first case وانزل سطر جديد. بس انا ما كتبتش بريك هنا، ما كتبتش كلمة بريك، بعد ما خلصت كيس زيرو ما كتبتش بريك، فهتلاقيه نزل كتب الحاجات التانية من غير حتى ما يتشيك بتاعتها، هتلاقي الأوتبوت شكله عامل كده. فيرست كيس وينزل سطر جديد، ويكتب كلمة سكند كيس وينزل سطر جديد، يكتب كلمة ثيرد كيس وينزل سطر جديد، يكتب نوت أ كيس ويخلص. أكيد مش ده اللي أنت عايزه، أنت عايزه يحط حاجة واحدة منهم. عشان كده لازم تكتب بريكس ما بين السويتش كيسز وبعضها. تمام. احنا كده خلاص خلصنا الديسيجن اند كنترول ستيتمنتس، قلنا ان انا يا اما اعمل برانشنج سواء لتو برانشز بس يس او نو اللي هي الايف ستيتمنت، يا اما لكذا برانش اللي هي السويتش، او ان انا اعمل لوبينج. دي another form ان انا اغير الفلو بتاع البرنامج، هو ان انا اعمل loops يا اما بفور يا اما بوايل يا اما بدو وايل. تمام. هي بالمناسبه برضو الاف طبعا انت ممكن تعملها بكذا cases مش بس yes او no، انت ممكن تكتب else if ان هي if الكونديشن ده اتحقق اعمل كذا، لو ما اتحققش وكان حاجه ثانيه else if الحاجه الثانيه اعمل كذا، لو لا ده ولا ده else if الكيس الثالثه ويعملها. فانت الاف نفسها ممكن برضو تعملها بمالتيبل كيسز زي السويتش يعني، بس هو انت تبقى عارف السنتنكس بتاع الاثنين. انما الاف كمان ممكن تبقى مالتيبل برانشز مفيش ما يمنع باستخدام الاف الس اف. ماشي. نعم. حد عنده سؤال؟ ماشي. الماسكس دي مزعجه جدا، انا مش عارفه مين اللي بيسال ومش عارفه مين اللي بيتكلم كمان، فانا حتى مش عارفه اقول يعني اسكتوا بصفه عامه، مش عارفه يعني احدد مصدر الازعاج جاي منين. فبعد كده عندنا البريك والكونتينيو ستيتمنتس. البريك ستيتمنت والكونتينيو ستيتمنتس هي ستيتمنتس بتعمل اكسبشنز في البرنامج، بتقول يعني في الحاله ديت انا ممكن اخرج لو لقيت مثلا الموضوع طول قوي في اللوب، او مثلا انا بدور على
دقة معينة. أنا بحسب عملية حسابية وبقول لو الايرور أكبر من رقم معين افضل كمل، لأن ده لسه ايرور كبير مثلا. فأنا ممكن أبقى بعمل واللوب مش عايز تخلص، لأن الايرور مش عايز يقل عن الثريشولد، الحاجة اللي أنا حطها، لأن أنا حاطة الثريشولد ده أصلا صغير قوي. فساعتها أنا ممكن أقول طيب أنا عايزة برضو أطلع لو مثلا عملت 10,000 iteration، فأحط condition تاني جوه اللوب إن أنا لو نفذت اللوب دي 10,000 مرة اطلع منها، حتى لو الايرور لسه أكبر من الكونديشن اللي أنت حطه عليه. يعني لسه مثلا الفور كونديشن ما تحققش، بس أنا خلاص أنا مش عايزة أوصل للبريسيجن ده، أنا عايزة أخرج من اللوب. ففي الحالة دي بنستخدم البريك ستيتمنت تو ترمينيت اللوب، سواء فور أو وايل أو دو وايل، أو زي اللي احنا شفناها في السويتش ستيتمنت، كانت هي نفس البريك بالظبط اللي استخدمناها في السويتش ستيتمنت. بس هي في السويتش ستيتمنت لازم جزء أساسي، يعني لازم تبقى عارف هي جزء من السنتكس بتاع السويتش ستيتمنت، تمام؟ فدي بتبقى معناها إن احنا نخرج من اللوب أول ما نشوفه. فمثلا هنا for expression، طول ما الاكسبريشن ده متحقق انت عمال تنفذ اللي جوه اللوب، بس انت عايز تحط كونديشن تاني برضو، ان هو انا عايز برضو ان لو الكونديشن التاني ده كمان اتحقق انا عايز اخرج. فساعتها اول ما ده يتحقق انت هتخرج بره اللوب الحاضنه للبريك ستيتمنت ديت، تمام؟ برضو ممكن نستخدمها في الوايل بنفس الايه الطريقه، فور او وايل الاثنين نفس الطريقه بالظبط، ماشي؟ تاني البريك بتكوز اميديت اكزيت من اللوب، سواء فور او وايل او دو وايل او السويتش طب، تمام؟ بتبدا منين؟ بتبدا باول ستيتمنت جت بعد اللوب بتاعتك، يعني هي بتبدا من بعد اللوب بالظبط، تمام؟ بنستخدمها زي ما قلنا علشان نخرج بدري من لوب لو حسينا ان اللوب مطوله قوي، لان انت بتبقى اصلا في الديزاين نفسه بتاع البرنامج ممكن تبقاش عارف الايرور المفروض تساويه بكام. انت عايز الايرور بتاعك يبقى اصغر حاجه، بس هو ممكن نتيجه ظروف الديزاين ما يقلش عن رقم معين 10 باور ماينس 3 مثلا، انت عايز الايرور بتاعك يبقى اقل من كده، هو مش راضي يقل ولا عمره هيقل. فانت علشان اصلا تعرف الرقم الصح ممكن تستخدم break statement وتشوف هو ده كام، لا ده هو مش ناوي يقل عن مثلا كده، فتقوم معدل بقى البرنامج بتاعك وتقول خلاص انا هقبل بايرور اعلى شوية لانه مش راضي اصلا يقل، تمام؟ تمام. فده مثال لاستخدام البريك ستيتمنت. اول حاجه هنكلود الاي او ستريم اللي اتفقنا عليها علشان السي ان والسي اوت. يوزنج نيم سبيس اس تي دي، دي فانكشن ثانيه، اسفه لايبرري موديول ثانيه اعتقد علشان اللوبس الاف والوايل. محتاجه برضو ارجع لكم بتاكيد هو دول النيم سبيس بتستخدم لايه، بس هي دايما هتلاقيهم محطوطين، يعني الاي او ستريم والنيم سبيس دايما موجودين في كل البرامج، تمام؟ فبنبدا بان احنا نعرف الفاريبلز نمبر وسم مثلا، بنعمل لهم ديكلاريشن الاثنين فلوت والاثنين انيشاليزد بنفس الفاليو زيرو، تمام؟ وبعدين هنا احنا عايزين نتست ان الاكسبريشن ده صح، اللي هو السم اقل من 1000. اول حاجه عايز تطلع على الشاشه جمله انتر ا نمبر، وبعدين تسي ان النمبر ده عايز تاخده من اليوزر على حسب هو يدخل نمبر كام. بعد ما بتاخد النمبر من اليوزر بتقراه، انت عايز تشوف النمبر دوت تتشيك، لو هو مش بيساوي صفر فانت هتعمل ابديت للفاريبل بتاعك اللي اسمه سم، ان السم الجديد هو السم القديم بلس النمبر ده اللي هو مش بيساوي صفر. لو بيساوي صفر اطلع بره اللوب اصلا اللي هي ايه الواي اللوب ديت، تمام؟ واكتب كلمه سم ايكوال، تمام؟
لو عايزين نشوف الاوتبوت بتاع البرنامج دوت هتلاقي ان هو اول حاجه طلعت جمله انتر ا نمبر، لان دي اول حاجه فيها، اول خطوه في الالف خطوه اللي احنا سامحين بيها. احنا سامحين ان هو الصم يوصل لألف، بس الصم ما يعديش ألف. فالأول هنبدأ بأن الصم بزيرو، الزيرو أقل من ألف، فهنبدأ نكتب للإند يوزر إنتر أ نمبر. فالإند يوزر هيدخلنا رقم 4، هناخد نقول الفور ده مش بيساوي الصفر، كويس. يبقى الصم الجديد اللي هي عايزينها بتساوي الصم القديم اللي هو صفر زائد النمبر اللي هو 4، ونطلع الجزء دوت. تمام، احنا دخلنا جوه الال، الاف مش هيخش في الالس، فاحنا مش شايفين البريك دلوقتي. احنا اف ده نفذنا اللي جوه الاف، هنطلع بعد الاف ستيتمنت اللي هنا ان احنا نكتب كلمه سم ايكوال كذا. تمام، وبعدين هنبدا ندخل هنبدا نيتريت تاني في اللوب ديت ان احنا ندخل رقم تاني. نفضل كده لحد ما الرقم عندنا يدخل بيساوي صفر. فهتلاقي في الاخر طلع لك مجموع الحاجات دي كلها 4 زائد 3.4 زائد 6.7 ناقص 4.5 اللي هي 9.6. وقف امتى؟ اول ما انت دخلت له زيرو، اول ما انت دخلت له زيرو قام عمل بريك. معلش انا اسف، هي جمله السي اوت دي بره اللاين، بس هي البتاع اصلا مش مكتوب اللاين. البراكت الثاني دوت هو البراكت بتاع الوايل. تمام، فاللي جوه الوايل لوب ان هو عمال بس يابديت الفاريبل صم، ما بيكتبش حاجه، فعمال يابديت الفاريبل صم. بدا الاول ان الصم از 0 زائد 4، وبعدين طلع ثاني 4 دي اقل من 1000، فبدا ياخد ثاني من اليوزر، اداله 3.4 من 10 فجمعهم على الاربعة، طلع الناتج 7.4 من 10. رجع هنا ال 7.4 من 10 اقل من 1000، خد تاني منه رقم تاني 6.7 ناقص 4.5. اول ما دخل له زيرو، هل النمبر لا يساوي زيرو؟ لا، ده بيساوي زيرو فعلا. فعمل بريك، طلع بره الوايل لوب. اول حاجه لقاها بعد الوايل لوب انه يبرنت اوت على الشاشه كلمه سم ايكوال، ويكتب الفاليو اللي في الفاريبل سم. ماشي، تمام. في بقى على الجانب الاخر ستيتمنت اسمها كونتينيو. كونتينيو بتخليك تسكيب الستيتمنت اللي بعدها. تمام، فمثلا هنا انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي، انا عندي هنا ادي الفور لوب اهي من هنا لهنا. تمام، لو انا ببدا الفور لوب بتاعتي، العداد بتاع الفور لوب هو الاي، الاي بدا بواحد وكل مره بيزيد بواحد، يعني كل مره بينط وان ستيب، وعايز انت تخرج من الفور لوب دي لما يبقى الاي ب10. كل مره بتشوف هل الاي بيساوي 6 او 9، لو مش بيساوي بتعمل ايه؟ بتكتب الاي ديت وتسيب بعدها هوريزونتال تاب، تسيب بعدها مسافه. فهنبدا بالاي بواحد، هل الواحد ده بيساوي 6 او 9؟ لا، فبنقوم كاتبين الواحد ونسيب مسافه. الاي باثنين، هل الاثنين بتساوي 6 او 9؟ لا، فبنكتب الاثنين ونسيب مسافه. 3 ونسيب مسافه، 4 ومسافه، 5 ومسافه، لحد 6. هل الاي بتساوي 6؟ كونتينيو معناها سكيب الستيتمنت اللي بعد ده. فالستيتمنت اللي بعدها هو ان انت تطلع الاي، فانت هتعمل لها سكيبنج كانك ما شفتهاش اصلا، وترجع تكمل عادي. انت هنا في فور لوب، هترجع تتعامل مع الفور لوب العاديه بانك تزود الاي ومش عارفه ايه. فهتكتب 7 و8، وتيجي عند 9 هتسكيب الستيتمنت اللي بعدها اللي هي خطوه الكتابه على الشاشه، فهتسكيب مش هتكتبها، وهتبدا تكمل الفور لوب عادي بعدها. تمام، تمام كده. ده مثال تاني لاستخدام البريك اند كونتينيو ستيتمنت. طيب، في المثال دوت احنا عندنا الفاريبلز i j k، عملت لهم بس ديكلاريشن،
وعندك variable تاني y عملت له declaration إنه هو integer وبدأته برقم 5 والx ده float تمام. وبعدين عندك هنا for loop معلش لحظة واحدة الفور لوب ديت اهي لا اله الا الله ماشي بتبدا العداد بتاعها اللي هو الاي بتبدا بالفاليو بتاعته 2 وبتزيد ب 2 يعني بتبدا ب 2 اول اتريشن المره الجايه يبقى الاي ب 4 وتكمل اتريشن ثانيه بعدها الاي ب 6 تعمل iteration ثالثة بعدها الاي بثمانية هتلاقي ان الثمانية مش اقل من او تساوي الستة فبتطلع ماشي. طيب اول مرة الاي باثنين تمام. وبعد كده عندك فور لوب تانية جوه اللوب الكبيرة الفور اللي جوه العداد بتاعها جي بيبدأ بفاليو 2 وبينكريمنت بواحد في المرة 2 3 4 آخر حاجة هتبقى 4 لأن 4 أقل من ال 4 لأ فبيطلع تمام. فهنبدأ بأن الجي ب 2 ماشي وبعدين اول انستراكشن هنا ان احنا نكتب كلمه اي يعني ده اللي هيطلع بقى في الشاشه عندك اي 2 تمام هنكتب لتر اي بين علامات تنصيص بيطلع زي اللي انت كاتبه ماي نيم از حاجه فبتطلع كلمه كده فدي هتطلع اي نفسها وبعدين هنكتب الفاليو اللي هي 2 بعدين نكتب كلمه جي لازقه فيها برده كده وبعدين نكتب الفاليو بتاعتها اللي هي 2 وبعدين نعمل اند لاين. اند لاين هي نفس بالظبط انك تعمل باك سلاش ان معناها انك تنزل سطر جديد بعدين تنزل سطر جديد تاني وبعدين نعمل وبعدين نكتب كلمه سكند لوب وبعدين ننزل برضو ايه سطرين تمام وبعدين نكتب اي بلس جي ايكوال مسافه ونكتب الفاليو بتاعت i plus j اللي هي 4 تمام وبعدين نزود كمان قيمة الواي الواي الجديدة هي الواي القديمة اللي هي كانت بخمسة زائد ال i plus j اللي هي 4 فتبقى الواي بتسعة تمام وبعدين عندنا if statement هل التسعة دي أكبر من العشرين؟ لأ فبننفذش الجملة بتاعتها وبنروح للجملة اللي بعدها إن هي الواي إيكوال الواي القديمة اللي هي تسعة زائد اثنين تبقى 11 تمام ونكتب without using continue y إيكوال 11 تمام دلتا هي اول انا بس كسلت اكتب الجمله الطويله فويزاود يوزنج كونتينيو y ايكوال 11 متفقين لحد هنا خلاص تمام وننزل السطر اللي بعده تمام بعد كده ديت نهاية الستيتمنت بتاعت اللوب الأولانية تمام فهنبدأ نعملها تاني لأن احنا هنا لسه الجي دلوقتي باربعة تمام فهنبدأ هنا نرجع نقول الأربعة أقل من الأربعة فهنطلع هنشوف الواي الواي ب 11 هل ال 11 أكتر من ال 30 لأ فمش هننفذها اصلا وبعد كده الثانيه ديت هي نهايه الفور الكبيره تمام
الكيرلي بريس التاني دوت هو نهاية الفور الكبيرة. تمام؟ فده معناه ان انا هنفذ بقى الحتة دي كلها تاني، لان انا الاي دلوقتي بتاعي اي زائد اتنين، يعني اتنين زائد اتنين، فالاي دلوقتي باربعة. هل الاربعة اقل من الستة او تساوي الستة؟ اه. فهبدأ انفذ ده كله تاني، فهبدأ ادخل جوه هلاقي ان انا عايزة الجي تبدأ تاني من اتنين. الجي احنا كنا واقفين عندها ان هي خلاص باربعة، بس انا دلوقتي ببدأ الفور لون من اول وجديد، فهبدأ ان الجي باتنين. هل الاتنين اقل من الاربعة؟ اه. فهبدأ اكتب كلمة اي اربعة جي اتنين. تمام؟ وبعدين نسيب سطر وسطر ونكتب كلمة second loop ونكتب i زائد j equal 6. الجي بتلاتة ليه؟ أنا مش فاهمة حاجة. طب معلش يا باشمهندسين، هنكمل بقى الجزء ده المحاضرة الجاية.